أنسة سميرة. يا سناء ازاي؟ بس ايه ده، على فكرة ممنوع دخول المشروبات هنا. انا مش جايبة مشروبات، انا جاية لك عشان خاطر المشروع بتاعك. ايه ده؟ انت عايزة تشتركي؟ يا سميرة. انا مش عارفة اقول لك ايه. طيب انا جايبة لك مبلغ صغير كده يعني، معلش بقى انت عارفة الظروف، سامحيني. لا 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 ده كويس قوي، ميرسي ليكي كتير. اي خدمة يا سميرة، انت عايزة حاجة؟ لا ميرسي. باي يا سميرة. باي باي. سميرة ازيك يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ ازيك يا مس نيفين، نايس اللي انت جيتي على فكره، كنت عايزاكي في موضوع مهم قوي. نو بروبلم، انا ما عنديش كلاسز، بس ايه رايك نقعد في الجاردن؟ اوكي خلاص، انا هعدي على ميس علي اشوفها وبعد كده انا هسبقك. اوكي اوكي حبيبتي. باي باي. طارق بيلعب مع شهيستا، مزاج عالي قوي. طبعا باين قوي. كمان اسكت شويه خليهم يعرفوا يلعبوا. جرى ايه يا سامح؟ يعني نقول راينا مش عيب يعني. اكيد مش عارفوا يلعبوا. طب ايه رايكم بقى ان انا ممكن العب مستر طارق ده واكسبه كمان؟ يا سيدي روح لعبه وانا خلصت. طيب بقول لك ايه يا مستر خالد، ما تيجي تلعبني انا وتدربني. طبعا اي وقت. طب يلا دلوقتي، ايه رايك؟ دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. يلا. ايه ده يا علي انت هنا؟ لا بالحقيقة. هاي برافو برافو يا شهيستا، برافو. بقول لك ايه؟ استني شوية، ما تعلمني سكواش. هاي شوية تمرين وهتبقي هايلة وبطلة العالم كمان. ايه ده، ثانك يو يا مستر. يلا جود لك تايم. سلام فيروز، عاملة شغل عالي عالي عالي. نيفين انت هنا من امتى؟ انا لسه داخلة. قولي لي مالك، شكلك متضايق. لا ابدا مفيش، اشربي حاجة، انا معايا عصير فريش. لا ميرسي مش عايزة حاجة، بجد قولي لي مالك. شيء صعب قوي انك تتعاملي مع ناس هم في وادي والصحة في وادي تاني خالص. تقصدي مين؟ مستر كامل. بقولك ايه يا عليا، اقفلي على الموضوع ده خالص، ده بيدير المدرسة من خلال نظرية مستر بسكليتا. هلو. هاي مستر خالد، تعالى. ازيك يا مس عليا؟ اهلا، ازيك؟ هاي يا مس نيفين. هاي مستر خالد، اهلا. عن اذنك بقى. ها وبعدين بقى في اللطافه دي، انتوا قاعدين كده ليه؟ مش تيجوا تتفرجوا على الماتش ولا ايه؟ طبعا لازم، انا بالذات اتفرج على الماتش بتاعك. مس عليا نعم. عن اذنك، عشان انا اتخنقت فجاه مش عارفه ليه. اوكي يا مس نيفين. بس ايه الميوزك الجامده دي؟ وبعد كده قولي لي حاجه، هي مس نيفين مالها عامله كده ليه؟ بس اقول لك على حاجه، انا عذرها، خاصه يكون واحد لسه منفصل كده او متطلق. وانت اخبارك ايه دلوقتي؟ على فكره يا جماعه، مستر سامح اكيد اكيد وضع برجه الفلكي دلوقتي حالا مش في احسن حالاته. طبعا. ليه كده بس؟ هو برج ايه؟ اكيد اكيد بيجمع بين الاسد والسرطان. قولوا لي ليه الاسد؟ الاسد لان الاسد بيحب يكوش على كل حاجه، اما السرطان لان السرطان شحيح وبخيل، يبقى بيجمع بين الاثنين. طبعا. ما تسيبكوا بقى من مستر سامح. صح، سيبنا من سامح بقى دلوقتي، خلينا في لينا، اصلها لسه سايبه عريس من يومين. بقول لك يا مس وداد، ما تطمنيني عليها والنبي. سايب عريس من يومين؟ ليه؟ خسارة. هو برج ايه؟ جوزاء. احسن احسن انك سبتيه. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ليه؟ لان الجوزاء هوائي. ما علينا من الجوزاء، خلينا فيكي انتي. المفاجأة اللي انا ما كنتش عايزة اقولها لك، ان برجك من الابراج النحس، يعني نحس في الحب، نحس في الارتباط، نحس في الجواز، وده معناه انك حاطه صوابعك في الكهرباء والعرسان ولا على بالهم. الله يرحمها. ايه ده؟ هنا في حد معانا في الاوضه؟
لا يبقى اكيد صدى صوتي. يرحمكم الله. ارحمنا وارحمكم. يما ايه سميرة يا قمر بتعملي ايه؟ مش عارفة، كان في قطة هنا مش عارفة راحت فين. رحت عملت لها ساندوتش اللانشون وعشان اكلها ما لقيتهاش. سميرة انت رايقة قوي بجد، انت عسولة خالص. انا ما بعملش اي حاجة. انت عارفة انا نفسي بجد اساعد الفقراء والمحتاجين. انت عارفة انا نفسي بجد اساعد في الجمعيات الخيرية اللي بتعمل ده. طب انت تعرفي طريق الجمعيات دي؟ دخلت على موقع في النت جمعية اسمها جمعية القرش الابيض، ينفع في اليوم الاسود. هدفها ده اصلا رئيسها راجل محترم جدا اسمه استاذ سامر سعيد. استاذ سامر سعيد؟ اه. طب وانتي تعرفيه منين بقى؟ شاتنج على النت. شاتنج على النت؟ وقدرتي تحددي ان هو انسان محترم جدا؟ يا بنتي يا ما تعرفي هدف الجمعيه دي هدفها نبيل، مساعده الفقراء والمحتاجين. وانتي بقى ازاي عرفتي ان هي هدفها نبيل؟ في الاستاذ سامر سعيد. سميره يا ايدي ده ساندوتش اللانشون. طيب هاتيه وانا لو قابلت القطه هديهولها. وعلى العموم ايا كان هدف الجمعيه يعني بيطمنيني بالتطورات. باي باي. استاذ سامر ازاي حضرتك؟ والله لسه كنت في سيرتك مع صاحبتي دلوقتي. ميتنج النهارده؟ خلاص اوكي. خلاص باي باي. اكيد قاعده بتتآمر عليا، كل اجتماع تبعدني عنه، مش عايزه تشركني في اي حاجه خالص. معلش انا دلوقتي اجهز عليها مره واحده، يقوم هي في الحاله دي بقى ما تلحقش تدافع عن نفسها. يبقى انا عرفت طلبك يا باشا. انت عايز لك اربعه مخبرين من اللي هم بيفطروا طبقين فول وفحلين بصل واللي جده جد مضرب التنس ده. ايه ده؟ ايه تنس ومضرب؟ انت واقف هنا ليه؟ ما هو سعادتك يعني اللي بعت لي يا باشا. ايوه ايوه صح صح. اسمع يا عاشور، انا اعرف عنك ان انت بتجيب دبه النمله وان انت ودني. ايوه باشا، ما انا من ساعه ما جيت المدرسه دي وانتوا اللي كبرتوا وداني. بس لو سعادتك عايزني اجيفها اجيفها يعني. لا لا اوعى، سيبها زي ما هي كده. انا عايزك تسمع دبه النمله وتجيب لي اخبار المدرسه كلها عشان اعرف اخطائهم واطيح فيهم كلهم. وخلي بالك انت معايا هتكسب كتير ترقيات وعلاوات، ده غير ان انا هحللك بقك. انا عارف انك بتحب الحلويات الشرقيه. ايوه يا باشا، يعني حلويات وكده وبسبوسه وفستق وبندق. بس انا يهمني يعني المصلحه الكبيره، يعني سعادتك كده هتعمل لي ما هي كام. ايه ده؟ انت هتساومني ولا ايه؟ ماشي يا سيدي، تاكد ان انت مع كامل عبد الفتاح اللي هو انا. انت هتاكل فستق. طالما بي بقى فيها فستق وكده، يعني كل اللي انت شايفه غلط هعمله لك واغني لك كمان. يا كامل بي يا بي ملاحه فستق شطار. ايوه انا عمري ما بيعك ولا انتش خساره. عاشور انا اسفه اني اقول لكم ان انا مش راضيه ابدا عن حال المدرسه بصفه عامه. في حاجات غريبه بتحصل هنا في المدرسه. المفروض ان احنا مدرستنا دي نموذج مثالي لمدارس اللغات، على الاقل نقدر نقول المدارس اللي حوالينا. طب زي ايه مس هيا؟ يعني مثلا الحوار والمناقشه اللي بيحصل ما بين الطلبه والمدرسين جوه الكلاس، لازم نرتقي بالحوار معاهم. ده كلها كام شهر ويدخلوا الجامعة ويعتمدوا على نفسهم. وبعدين لازم نحترم وجهة نظرهم حتى لو اختلفنا معهم في الرأي. الكلام سهل وجميل يا مس هيا، لكن للأسف الواقع مر وقليم. ليه التشاؤم ده يا أستاذ رشدي؟ ليه مر وقليم؟ أنا فاهم حضرتك. إحنا صحيح عندنا طلبة مجتهدين جدا وكلهم تقريبا كويسين في اللغات وبيعرفوا يتعاملوا على الكمبيوتر، لكن للأسف الشديد إنهم كلهم متأثرين بالثقافة الغربية أكتر من ثقافتنا إحنا. وده مش عيب. نعودهم ونوجههم ونعلمهم انهم ياخدوا احسن ما في الثقافه الغربيه، هو ده دورنا. من فضلك يا مساء انا كان عندي اقتراح. اتفضل يا استاذ طارق. يا ريت نشوف المتفوقين في الرياضه ونكرمهم. اقتراح جميل جدا، ومش الرياضيين بس، كل الانشطه.
فايدة، احنا على فكرة لازم نحط ايدينا في ايدين بعض علشان نقف جنب شخصية محترمة زي كده. انا مش فاهمة حاجة. بصي يا ستي، انا عملت شاتنج مع واحد اسمه سامر سعيد. الراجل ده صاحب جمعية القرش الابيض، ينفع في اليوم اسمه الجمعية دي حرام، بتساعد الفقراء والمحتاجين واللي مش لاقيين الاوملات. بتقولي ايه؟ بصي انا فاهمك، في نماذج صعبة جدا في الجمعية دي، في ناس بتبات في الشارع وفي ناس تانية مش لاقية تاكل، المفروض الاغنياء بقى يساعدوا الفقراء. وانتي بقى ناوية تعملي ايه؟ بصي هو اداني رقم موبايله، انا في الاول هعمل دعاية فظيعة للجمعية وبعد كده اقولك على كل حاجة. والجمعية دي بقى مقرها فين؟ العباسية؟ عباسية؟ هو ما قالش عباسية خالص على فكرة، بس انا هقولك على كل حاجة، بس الاول هجمع الطلبة اقول لهم اهداف الجمعية. بس كده؟ دي حاجة بسيطة خالص. انتي مبسوطة؟ جدا. اما اعرف اي حاجة بقى هبلغك الميعاد امتى وفين وازاي. فعلا لازم نساعد الفقراء والمحتاجين وكلنا نشترك ونساهم في المشروع ده. تخيلوا لو طلبة الهاي سكول اسمهم نزل في الجرايد والمجلات الشيك بيساعدوا الفقراء والمحتاجين، حاجة فانتاستيك. طب والله فكرة جامدة جدا يا سميرة، بس احنا كنا عايزين نسمع الأول من مستر، قلتيلي اسمه ايه؟ سامر سعيد. احنا ممكن نلف على النوادي وعلى أصحابنا بس تحت قيادتنا احنا الفريدم طبعا. طب والله فكرة حلوة. وما تنسوش كمان ان انا لسه غالبه داليا في الاسكواش، وده عامل لنا شعبيه عاليه طبعا. انا موافق يا شيست. المهم يا جماعه ان احنا لازم نبقى ايد واحده عشان جماعه القرش الابيض في اليوم الاسود. فعلا يا رأي، لازم نبقى ايد واحده. والقرش الابيض في اليوم الاسود، القرش الابيض في اليوم الاسود. ايه اللي انت عامله ده؟ بعمل دعايه. دعايه؟ دعايه ليه بقى ان شاء الله؟ الظاهر ان انت نوم على الاخر يا مستر علي. سوري يا مستر، انا بعمل دعاية لجمعية القرش الابيض، ينفع في اليوم الاسود. القرش الابيض اليوم الاسود. يا ابني انت اكيد يا عيان يا عبيط، شكلك كده عايز تتعالج. انا عبيط يا مستر؟ ماشي، انزل بقى الكافيه تحت وشوف الدعاية الصح. والقرش الابيض ابيض واسود وفي الكافيه ده، ايه الموضوع ده بقى؟ يا جماعه تخيلوا لو احنا ساعدنا الفقراء والمحتاجين دول اللي مش لاقيين حق البيتزا. تخيلوا بقى لو اسمنا نزل في الجرايد طلبة الهاي سكول بيساعدوا الناس دي، حاجة سو نايس. لا بجد فكرة جامدة جدا يا بنت يا سوسو، بس احنا بقى محتاجين نسمع الكلام ده من مستر. قلت لي مستر ايه؟ مستر سامر سعيد يا ابني، ده عالم. ايه مستر سامر سعيد ده عالم؟ ايه يعني هو ابو تريكة؟ بص يا ستي، انا بقى هعمل لك دعاية جامدة جدا بره الهاي سكول، وهعمل لك دعاية كمان في النوادي، ايه رأيك؟ قشطة. خلاص. البيتزا علينا. والكول سلو كله علينا. افكرك بالكول سلو. انا موافقه. ايوه يا جماعه، بس لازم الحركه دي تبقى تحت قياده فريق المون لايت. صح. تمام خلاص تمام، ما تقلقوش، وانا كمان هلم لكم التبرعات من الناس اللي بره الهاي سكول. ايه رايكم كمان؟ اهم من كل دول انتوا كلكم تشيلوا معايا. هتشيلوا ولا لا؟ بتقولي ايه يا حبيبتي؟ يا مس وداد، انا سند. البوني تيلي اللي انا عامله ده مش معناه اي حاجه، انا لسه بخيري والله. البس النضاره. ولما انت عارف ان البوناتيل ممكن يخلي الناس تفتكرك سند مش سند، بتلبسه ليه؟ بلبس البونيتيل؟ ماشي، خلينا في المهم. دلوقتي انا بكلم حضرتك عن جمعيه القرش الابيض، ينفع في اليوم البلاك. القرش الابيض معرفهاش. ولا انا كمان. لا ده المشكله ايه كمان، انت ممكن تتبرعي بالفيزا كارد او الماستر كارد. حلو، الواحد يسحب وبعدين يسدد بعد 55 يوم في وش العدو. حلو حلو يا أهاب. في كمان بقى مستر سامر سعيد. ده يقرب لإبراهيم سعيد؟
لا، سامر سعيد ده يبقى رئيس جمعية القرش الأبيض، ينفع في اليوم البلاك. رئيس جمعية والقرش ده يبقى برج الحوت. حلو حلو قوي يا محسن. محسن ايه؟ والله سند، والله سند يا ميس وداد، سند. ويجري ايه يعني؟ سند من محسن فيها ايه؟ الاتنين واحد. اسمع بقولك ايه، انا عايزاك تخلي بالك اوعى حد يعرف ان انا عرفت. ماشي يا رفض. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ فريق الفريدم عمال بيجمع الطلبة حواليه علشان يساهموا في الجمعية. اسمع انت بس كلامي. يلا يلا يا شريف. والله سند، والله سند، والله سند، سند. تكننت ولا ايه؟ على اكبر صابط في المنطقة. الو؟ ايوه يا فندم، موجود سعادة الباشا يا فندم. وان منت، دقيقة واحدة. يا سعادة الباشا، سعادة الباشا، تليفون من البيت الصغير. شو رب اللي بيحصل ده؟ الو؟ القهوة يا سعادة الباشا. حط الزفت على المكتب دوت. حاضر يا باشا. ايه اللي بيحصل؟ في ايه بالظبط؟ البطيخ يا باشا ببذره. ببذره؟ مفيش داعي للبطيخ دلوقتي. ايوه يا نوم يا صغير، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بتقول ايه؟ جمعيه القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود؟ عاوز اتبرع. عينيا يا حبيب قلبي وشرفك يا نوم يا صغير، لا خلي الهاي سكول كلها تتبرع لجمعيه القرش الابيض ينفع اليوم الاسود. تقلقش يا حبيبي، سيب الموضوع ده عليا انا، بس انا قلقان شويه دلوقتي. مع السلامة. ايه اللي بيحصل ده؟ انا بقالي مدة كبيرة جدا ضابط كبير في المنطقة، ما بيحصليش اللي بيحصل ده. وات هابند يا نوم يا كبير؟ مفيش يا أزة، أنا دلوقتي محتاج السلاح بسرعة أضرب طلقتين في الجو. لو سمحتي، احنا دلوقتي عايزين نقسم ونلحن ونورق ونقسم. دي القرش الابيض والقرش الاسود. القرش الابيض ينفع في يوم الاسود. ما علينا، المهم انا قررت اقابل رئيس الجمعيه. واو، وهتشتركي وتساهمي معانا؟ ده في حاله ان انا اقتنعت. هتقتنعي، المهم النهارده بعد المدرسه هقابلك ونمشي مع بعض. خلاص اوكي، هبقى اكلمك. باي باي. اجتماعات اجتماعات، هارونا اجتماعات، كل يوم اجتماعات وعلى الفاضي. بقول لكم ايه، احنا الاحسن نسيب موضوع التدريس دوت خالص ونقعد في البيت. ايه اللي انت بتقوله ده يا مستر سامح؟ وبعدين ايه نبره الياس والحزن اللي انت فيها دي؟ والله انا ما عارفه، على رايك، مع ان يعني فكرتي عنك انك قوي وتقدر تواجه اي مشكله. المدرسه بقت فوضى، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. شوفي مس نيفين بتشجع الاولاد على الحاجات الصح وعلى الحاجات الغلط، وبتقول على الموضوع ده هو الديمقراطيه. مش هي دهيت الديمقراطيه. انا مش عارف المدرسه دهيت هتروح لفين بعد كده. يا خبر على التشاؤم يا مستر سامح. ممكن تهدي نفسك بقى وتقول لنا ايه هي المشكله بالظبط، وبعدين ما تنساش ان احنا بنحل اي مشكله هنا في المدرسه كاسره واحده. اسعد بنختلف في بعض الاراء، بس كلنا عندنا هدف واحد، وهو ازاي نحافظ بيه على المدرسه. ده الحكايه بقت صعبه مولعه على الاخر. خير في ايه مس نيفين؟ ايه مالها؟ اتجوزت بعد ما خلعت جوزها ولا خلعته من قبل ما تتجوزه؟ يا ريت، دي هتتزعم تنظيم الابيض والاسود. ايه؟ تتزعم ايه وبتاع ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت اكيد سمعت عن الابيض والاسود ده، بس انت شكلك مش عايز تعرف حاجه. استنى استنى عندك. في ايه؟ هو انا خلاص عينوا مدير غيري في المدرسه؟ انا اخر من يعلم؟ انت مش هتخرج من هنا غير لما تقول لي ايه اللي بيجرى في الهاي سكول. اهو الباب اهو. مستر سامح، مستر سامح اهو. مستر سامح بليز يا مستر سامح بليز، احنا عايزين نلم يعني التبرعات للبلاك اند وايت. بليز يا مستر سامح، انت ما بتردش عليا ليه؟ انت برج ايه؟ اوف، اوعى اوعى تقول
قولي. انا عارفه، انا عارفه برج المقفقفين ايه. انا عارفه، ثانيه واحده. سوري سوري، برج المقفقفين برج ايه ده؟ ايه ايه سايبني كده عمالك كان ايه ايه ليه بتغدر بيا ليه؟ ايه ده؟ لا لا انت فظيع فظيع. اف انا عايز افهم، انت بتقلعي النضاره ليه كل ما تجيني؟ مستر سامح كفايه ان انا شايفاك بقلبي. بليز يا مستر سامح، احنا عايزين بس نلم تبرعات للبلاك اند وايت. بليز. شفت شفت يا مستر سامح، شفت احنا حاطين صوابعنا في الكهرباء وهو ولا على باله. ده يوم اكيد مش ابيض. اللهم طولك يا روح. السادة والسيدات، صفوة المجتمع ورجال الأعمال، الجمعية بتاعتنا هدفها نبيل، والفقراء والمساكين كتير، وإحنا المفروض بنمد إيدينا مساعدتهم، وكل ده بفضل تبرعاتكم ومشاركتكم ليهم. أنا دلوقتي هوريكم حاجة، ده سكالوب بانيه، ودي فراخ مشويه على الفحم، ودي مكرونه سباكيتي، وده رز بالمكسرات، وميه معدنيه غير الحلويات والعصاير. كل ده بتتبناه الجمعيه. تخيلوا ان في ناس بتموت وما تعرفش طعم الاسكالوب ده ايه. الله، جميل قوي. ولا الفراخ المشوية دي؟ وفي ناس لحد النهارده وبكره وبتموت وما تعرفش المكرونه دي بتصنع ولا بتزرع. انا بشكر السيدات اعضاء الجمعيه اللي حضروا وشرفونا وساهموا معانا بتبرعات ومشاركتهم للجمعيه. خايفه، انا حاسه ان دول صحفيين وعرفوا ان احنا كومبارس ومراقبتنا. ما تخافيش، احنا في امان، احنا جايين تبع مكتب ريجي. والجمعيه مش هتقف على رجليها الا بالتبرعات، واحنا محتاجين دلوقتي تبرعات من ابناء الهاي سكول. انتي مصدقة اللي اسمه سامر سعيد ده؟ طبعا، ومؤمنة كمان بكل افكاره. فعلا الغلابة لازم ياكلوا اومليت وسكالوب علشان دورة الترفيه تكتمل. بقولك ايه، انا بنصحك انك تبعدي عن اللي اسمه سامر ده، انا مش مصدقاه. ارجوك يا مس نيفين بليز، عشان خاطري ما تبنيش افكارك على انفعالات ومشاعر داخلية. هنا في الهاي سكول لازم يكون ليلى دور ودور فعال كمان. بقولك ايه، انا نصحتك وخلاص، انتي حرة. يلا اتفضلي. يلا بينا. يلا. كلامك طلع مظبوط يا وداد، يبقى اكيد حضرتك هتتبرعي. معقوله اتبرع ليه؟ اتبرع لطالبه في ثانوي لمجرد انها اتعرفت على شخصيه من خلال النت؟ يا مس حياة، حضرتك عارفه ان الولاد دول ما عندهمش تقريبا اي خبره، وان هم عايشين حياتهم في رفاهيه وترفيه، فيعني متهيالي ممكن تكون البنت دي اتاثرت بكلام الراجل لانه بيتكلم كويس وكلامه مقنع، او ممكن حاجه تانيه خالص، ممكن يكون الموضوع تقليعه او بالنسبه لهم مجرد موضه. أنا هقول لحضرتك على حاجة، حضرتك اتبرعي بالكارت وخدي 55 يوم فري. كارت إيه يا ميس ولاد؟ كارت إيه؟ إحنا لازم نبلغ البوليس فورا. إحنا أصلاً ما نقدرش نبلغ البوليس عشان ما عندناش دليل، يعني هتبقى دوشة وشوشرة على الفاضي. طب والحل إيه؟ هنسيب كل من هب وداب بيدخل المدرسة ويعرض أفكاره ومشاريعه على الطلبة كده؟ لا طبعاً، أكيد هيبقى في حل، وبلاش حالة الانفعال والغضب اللي أنت فيها دي. أنت عارف إن أنا عمري ما بوافق على حاجة غلط، وطول عمري بحل المشاكل بهدوء وموضوعي. طب والحل إيه؟ هنفضل نتكلم ومفيش أي موقف إيجابي؟ أكيد هيكون في موقف إيجابي يا أستاذ رشدي. بس أنا عندي حل، إحنا نسيبهم يلموا الفلوس وبعدين ناخد الفلوس منهم ونفرقهم بقى إحنا براحتنا. لو تسكتي يا وداد هيبقى أحسن.
يعني انتوا عايزيني اتبرع لجمعيه القش الابيض ينفع في اليوم الاسود؟ ايوه يا مستر بالظبط، وكلنا اتبرعنا والله. ويا ريت يا مستر كامل تشاركنا في جمع التبرعات دي عشان الجمعيه، واكيد يعني يا مستر كل المدرسين هيثقوا في حضرتك وهيتبرعوا. قصدك هيخافوا مني وهيتبرعوا؟ لا، ده مشروع قومي والكل لازم يساهم فيه. ايوه، ونبدا بحمله تبرع من هنا تحت رعايه المدرسه، واكيد طبعا تحت رعايه الاستاذ كامل، وتخليدا لذكرى الراحل العظيم مستر بسكليت. انا معاكم وانا فداء كل المشاريع اللي بتخدم الانسانيه. بص يا مستر، دي الحالات الانسانيه اللي جمعها مستر سامر سعيد في جمعيه القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. وطبعا يا مستر اكيد حضرتك عايز تعمل خير، اصل الدنيا مش مضمونه. بعد الشر عليا. انت بتقول ايه يا ولد؟ بقول ان حضرتك عظيم، حضرتك عظيم، واكيد يعني بتحب تعمل خير لينا كلنا ولمدرستنا، واكيد طبعا مش هتنسى مس هيا، اصل هي اللي مسيطره على الحوار هنا. انا معاكم، ومش بس هتبرع وهخلي المدرسين يتبرعوا، لا ده انا هخلي اولياء الامور كمان يتبرعوا بشيكات على بياض. يا جماعه listen to me please، في ناس في حياتنا كتير قوي فقراء مش لاقيين قطعه البيتزا اللي بالسي فود. احنا لازم نساعد الناس دي ونوفر لها قطعه البيتزا جنب قطعه الكيك اللي بصوص الشوكولاته والكولسلو لو سمحت. والكولسلو أيوه. علشان كده مستر سامر سعيد هنا بيدعوكم للتبرع لمقر الجمعيه عشان نوفر قطعه البيتزا جنب قطعه الكيك والكولسلو. والكولسلو. انا كامل عبد الفتاح اضم صوتي لصوت الزميله سميره، لأنه قد حان الوقت لمساعدة الفقراء والمحتاجين، لابد أن نتكاتف جميعاً، فأنا مدير المدرسة والمسؤول عنها وأدرى بمصلحتها. هو ليا عمرو الطالب علي نوم جايب فرقته، ما هي ناقصه اهو الراجل ده بقى بالذات عار على المدرسه، ده لا فارق معانا صح ولا غلط، كل اللي فارق معاه ان هو يطبل وخلاص. والله مش عبد العظيم نوم بس اللي بيساعد الطلبه على الفوضى، في ناس برضو تانيه بتشجع الطلبه ورايحين وجايين معاهم. لا يا مستر خالد، بقول لك ايه، انا اسلوب التلقيح ده انا لا اعرفه ولا اتربيت عليه، وبعدين انا حره يا سيدي، لو انت قصدك عليا انا بالكلام ده فخليك في حالك احسن. انت مالك محبكاها قوي كده ليه؟ عن اذنكم. ايه ده؟ هو ايه اللي بيجرى في المدرسه هنا؟ فين ميس هيا؟